يعني مستجدات الجراحة العامة نور والتنظيرية وفق الطب المسند بالبراهين كان عنوان المؤتمر العلمي 14 للرابطة السورية للجراحين العامين في ست جلسات علمية تضمنت محاضرات نظرية وعرض لحالات سريرية كالدرق الدرق والثدي كان من أكثر المواضيع يلي تم الحديث عنها لحتى نتعرف شو ضمن هذا المؤتمر ما هي أهم المحاور اللي ركز عليها معنا الدكتور أحمد نسيب عرق سوسي أخصائي جراحة عامة وجراحة ثدي أمين سر رابطة الجراحين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على الشاشة الأخبارية. يمكن حكينا بالمقدمة الرابطة دائما معنية بآخر التطورات بالبحث العلمي ومواكبة جميع المؤتمرات. خلينا نحكي هيدا المؤتمر اليوم شو اللي جديد فيه؟ نحن هذا المؤتمر كان في إنه مجلس رابطة فيه إنه وإيه إن نحن تشجيع الشباب والأخذ بإيدهم لحتى إنه يبلشوا يعطوا محاضرات ويقدموا الحالات اللي عندهم منه. سبق المؤتمر يوم الأربعاء 11 الشهر كان دورة مبادئ الجراحة الأساسية، هي دورة ساعات كتير مهمة لكل جراح بتشتغل وحتى بيقدموا فحوص أجنبية أو البورد العربي. صارت مشفى المجتهد. يوم الخميس كان المؤتمر، بلشنا بجلسة الجراحين الشباب، كان في 7 محاضرات، قدموا حالات سريرية كتير رائعة، في حالتين منهم منشورين حتى بمجلات عالمية. الجلسة الثانية كانت طاولة مستديرة حول آفاق التدريب الجراحي وممارسة الجراحة والأسس الناظمة والجراحة بين الدعاية والإعلان. عرفت كيف يعني؟ عم نحاول نوصل لأفضلية مشتركة إنه الكل يشتغل بطريقة تكون منظمة، عرفت كيف، وفق ما يتبع بكل دول العالم. الجلسة الثانية كانت عن جراحة الثدي. الحقيقة كان في 6 محاضرات غنية جدا، وكان في عنا ضيف من مصر الشقيقة الدكتور مصطفى العبد الله. قدم محاضرة كثير رائعة عن استئصال الثدي التجميلي الترميمي، يعني هو بنفس الوقت بيستأصل إذا كان في سرطان أو كذا شلون، وبنفس الوقت بيرمم الثدي بنفس الحركة شلون. الجلسة الرابعة يوم الخميس كانت طاولة مستديرة حول جراحة الدرق. حكينا آخر ما وصل إلى العلم بال2019 حول جراحة الدرق وممارسته وكلاته. الجمعة كان في جلستين، جلسة قبل الصلاة وجلسة بعد الصلاة. قدم كتير حالات غنية عن الكبد، جراحة الكبد، جراحة المدانة، وكان في محورين عن قدم السكرية، كان كتير محاضرات قيمة جدا. حتى في بحث منهم منشور كمان بمجلة عالمية، يعني آخر شيء إنه ممارسة جراحة قدم السكرية في ضمن الكوارث وضمنها الظروف هي. تمام. 6 جلسات تضمنها المؤتمر يمكن ركزت على أهم المحاور. مثل ما بنعرف ضمن مؤتمراتنا الطبية بيكون عنا نحن دائما ضيوف أطباء من سواء كان من المحافظات السورية، دول مو ضيوف، دول من أهل البلد، ولكن عنا أيضا من خارج سوريا. مثل ما ذكرت كان عنا ضيوف من خارج سوريا، هذا الشيء بيتم لتبادل الخبرات لنقدر نستفيد من خبراتهم أيضا نعطيهم الخبرات السورية. تمام. الحديث هلا هو دكتور مصطفى، يعني كنا بالمشفى عم نتكلم شلون تفاجأ كثير، يعني هو صار له بيسمع وكذا شلون، فشاف شيء ممارسة يعني على حكيه هو. طبعا نحن بنعرف حالنا شو عم نشتغل، تضاهي الشيء اللي عم يتمارس بمصر وبدول العالم، يعني هو عم يساوي الدكتوراه تبعته بالمانيا، فيعني هو تفاجأ كثير يعني انه مستوى الطب والشيء اللي عم ينشغل تماما. وبنفس الوقت هو خبره كثير جيده كان دكتور مصطفى، يعني عنده دراسه عن لك استئصال الثدي الترميمي التجميلي شلون حوالي 300 حاله، عرفت علي كيف؟ فيعني استفدنا منه، وكمان نفس الوقت يعني كانت فرصه هو، يعني لو بقى حيطلع هو ويحكي شيء اللي شافه بالبلاد كان ضيافه ومستوى علمي ومستوى الشغل. فيعني ان شاء الله تعالى رساله جيده هي من سوريا لكل عالمنا، نحن عم نشتغل وعم نعلم ان شاء الله تعالى. دكتور، يمكن تم خلال المؤتمر تركيز على الشباب السوري، قديش اليوم مهم فعلا دعم الشباب السوري، وقديش مهم دعمهم في تطوير العمل الطبي والجراحي في سوريا؟ هلا بالنهاية هدول رح يكونوا زملائنا بالمستقبل، وبكره بس نكبر بعد فترة يعني هن حيشتغلوا فينا إذا صرنا شيء لهجة، فنحن إذا دربناهم صح ومشيناهم صح، يعني هي كانت وجهة نظرنا عم نحكي فيها وندافع عنها بقوة، عرفت كيف؟ إنه هن هدول حيكونوا يعني بالنهاية هن حيأدوا رسالة الطب بشكل جيد. الحقيقة الشباب دائما بيكون متحمس، يعني احنا في مراجعات منهجية الدكتورة مريم يعني ساوتها كيف تقصها تصدقي، يعني عند منك كتاب حوالي 1800 صفحة شلون عملت محاضرة بنص ساعة، عرفت كيف؟ بظن انا اول واحد تاني من عمري يعني اكبر شوي ما حي ما فيها الدقب هذا شلون، الشباب عندهم تحمس اكثر، عرفت كيف؟ بدهم بس واحد يوجههم صح، بس يعني صدقا يعني انه يعني هي ثقة الخبرات اثبتوا يعني انه يعني كانوا عند حسن الظن يعني شلون، وثقتنا فيهم ما راحت على الفاضي يعني ان شاء الله حيطلع
هي ثقل خبرات الشباب ومواكبة البحث العلمي بيضيف كثير للخبرة الشبابية. احنا بدك شيء شغله، احنا كان عندنا 32 محاضره قدموها 31 محاضر، من 31 محاضر كان في 14 محاضر خالصين، هلا صار لهم سنه سنتين عرفتون او هلا حيخلصوا كيف. وقسم الاكبر اللي منشور واللي هو عم يرفع تصنيف سوري على محركات البحث العالميه هي الجراحين الشباب، مو للاسف يعني مو الكبار، كبار خبره وكذا، بس انه يعني متحمسين اكثر بيشتغلوا اكثر، فيعني لك مثل يعني ما انه خيبوا الظن فيهم يعني. تمام. يعني دكتور، جراحة الدرق يمكن كانت من أهم مواضيع والنقاش تم عليها بشكل كتير كبير، خلينا نحكي عن جراحة الدرق، المحاور اللي ركزتوا عليها، يمكن صار في أسئلة كتير حول هذا الموضوع، خلينا بس نحكي عنه. تماما. نحن كان الدرق مثل ما قلت لك، في الدكتورة مريم وقتها كانت هي حطت المنشآت العلاجية فحكته خلال نص ساعة، كان احنا معنا الدكتور يونس قبلان رئيس هيئه التخصصات السويه والداخليه. نعم. في عنا جراحين الدكتور عبد الغني والدكتور حمود والدكتور خالد موسى، يعني كنا عم نحاول نعمل لغه مشتركه بين الداخليه وبين الجراحين، انه نحن هالمريض هالحاله هيك امتى بحاجه لجراحه، امتى بحاجه لداخليه، كيف والارضيه. نعم. مشتركه، امتى بده علاج اشعه، امتى انه لا بده جراحه حتما، لا بده علاج دوائي. الحمد لله يعني بنهاية الجلسة عرفتون وصلنا قضية مشتركة، في توصيات رفعت إن شاء الله تعالى حتكون مرشد علاجي يعني محلك إلزامي، بس يعني شبه إلزامي لكل الجراحين بالبلد إن شاء الله تعالى والداخلي. ما بس في إنه أنا بدي أعمل هيك حاليا، وقت بيكون في مرشد علاجي ما بيصفر الرأي الشخصي، يعني له دور كبير عرفتون، دور الرأي الشخصي أحيانا يعني بالطب المسند بالبراهين بيجي بأسفل السلم يعني بالاعتداد. نعم. نعم. وقت بيكون في مرشد علاجي ما في داعي انه نجتهد بشغلات يعني او نخترع العجله من جديد، في شيء واضح عم يشتغلوا فيه كل العالم فنحن بنشتغل مثل العالم ان شاء الله. يمكن دكتور هلا رغم كل ظروف الازمه، يمكن البحث العلمي ومواكبه التطور العلمي مستمر في سوريا من خلال انعقاد المؤتمرات الطبيه، بس عم نحكي نحن مثل جراحه الصدر وهالجراحات الحساسه، يمكن في حالات كثير خلال الازمه كانت حالات جديده على الاطباء، تم كمان من خلال هون استفاد من الخبرات، كان في يمكن البحث العلمي صار له على بنشوفه على الميادين اكثر يعني على ارض الواقع من خلال كثير من الحالات، يعني في كثير من الدكاتره استضفناهم قال خلال الازمه نحن يعني صار او شفنا حالات كثير جديده هي ساعدتنا اليوم بمواكبه البحث العلمي، صار الجراح السوري ذو خبره، يعني هو دائما بالمقدمه بس لا صار ذو خبره عاليه مع الجراحات الحساسه. طيب بس لاحكي لك شغله صغيره تصديق لحكيك، شهر 4 كان في عنا دوره الصليب الاحمر دبلوم جراحه الحرب، فجاي جراح ايطالي وجراح كذا مستر باولي شلون انه بده يعطي محاضرات، فاقترحنا عليه بالعكس انه تاخر اعطينا منهاج الدواء وشوف حش بنعطيه، كان عم يناقش كل واحد بالمحاضره تبعته منه. فانا عم ناقشني كان بجراحه الصدر المحاضره تبعته مني كذا، في كثير شغلات عم نحكيها نحن شلون هو مو شايفها، يعني في شغلات نحن شايفين هو مو شايفها، نحن بالازمه كثير شغلات يعني صارت معنا مصابين وجرحى وكذا، ان شاء الله ما تتكرر، بس احنا عم ان شاء الله تتكرر يعني. الخبره العلميه فانا يفترض انك انا رايي بحكي يفترض انه احنا السيشن تبع جراحه الردود جراحه الحرب بالكتب العالميه المفروض يكتبوها جراحين سوريين، لانه الخبره اللي صارت عندهم منهم ما بتقرا. هلا الجانب الثاني، نحن اثناء الازمه ضلينا محافظين على الرابطه، هي كيت الرابطه تقريبا كنا كل سنه عم نعقد مؤتمر برغم كل الظروف اللي كانت صايره، عرفتي شلون؟ المؤتمر هو كان رساله اجتماعيه ورساله ان احنا موجودين ونحن رغم كل شيء صرنا عم نمارس، ورسالة علمية بنفس الوقت رغم الحصار ورغم كل شيء أساساً ورغم كل شيء موجود. وهلا بحكي لك قصة، نحن تصنيف الجامعات السورية والسورية بميدان البحث العلمي شلون بترتفع بالأزمة بشكل ما بتخيلي كيف، يعني رغم كل كنا عم ننشر لسه والأبحاث تبعيتها منا شو عم يصير وعم نوثق، عرفت علي كيف؟ فنحن بظن يعني ما بدي انه نحن نضاهي، نحن عم نشتغل بنفس المستويات العالميه، يمكن ناقصنا شويه امكانيات او شو لحتى نشتغل اكثر، امكانيات وادوات، بس نحن خلقنا يعني ظروف الحرب خلت الدكتور السوري اليوم يخلق كثير من الظروف. هلا صدقا احنا اول السنه على حلب شلون تفاجئنا رغم الحصار اللي كان وكذا، تفاجئنا بالمستوى اللي عم يشتغلوا فيه اكيد، وبظن انه لسه يعني اماكن ثانيه حنلاقي نفس القصص كلها. الانسان السوري اساسا مبدع وخلاق يعني دكتور، يعني مو بس نحن عم نحكي كمدح لانه اطبائنا السوريين، يمكن انا من اكثر من حادثه او من اكثر من حديثه طبعا بيتم يعني مع العيال مع الاهل بيقولوا لنا نحن عملنا عمليه، خلينا نفترض
بألمانيا أو بفرنسا دكتور سوري، يعني قديش نحن بننبسط وقت نحن نعرف أنه الدكتور سوري عنا كمية كتير كبيرة من الإبداع على المؤتمرات، ما وقفت طول فترة الحرب على سوريا، بالعكس ازداد هذا الشيء دافع لأنه نحن نخلق أكثر ونعطي أكثر. هي مزبوط حكيك، بس انت الحكي قديش اني بيفتخروا وبينبسطوا انه في طيب سوري بالمانيا او اي مكان كذا. طبعا نفس الوقت انا بالنسبه لي كثير بحزن انه هذا خبره انصرف عليها وتعب عليها بدل ما يشتري بلد، يعني خبره خسرناها. سوري متواجد وين ما كان للاسف، يعني للاسف عفوا دكتور عم بحكي بمجال الطب، الطبيب اللي حتى يصير طبيب واخصائي عشتون عم يكلف الدوله حوالي 10 مليون، احنا عم وصلنا اياه جاهز للشغل تاع الشغل لإلهم، فنحن يعني مثل ما بنفتخر بس كمان بنتأسف يعني سوري منك يعني. لا اكيد نفتخر بجميع الاطباء السوريين داخل سوريا وخارجها بالنهايه هن سوريين وهويتهم سوريه. لا انا بتأسف على انه لازم يشتغل معنا ما اكيد, أكيد. نحن دكتور فخورين فيك وفخورين بكل الدكاتره السوريين، مثل ما قلت لما عم نحكي عن دبلوم جراحه في الحرب كنتوا عم تعطوا محاضرات خلال المؤتمر، تميزتوا على الدكاتره العالميين، فهي ميزة نعتز ونفتخر بها. اليوم دكتور ضمن هيدا الإطار وضمن الظروف اللي عشناها، كيف فينا نحكي أو نشوف جراحة الصدر اليوم في سوريا؟ لا، في جراحة الصدر في قسمين، في جراحة الصدر كجراحة رئة أو عملية كذا، وفي جراحة الثدي. جراحة الصدر يعني قبل الأزمة إحنا مشترك إن كل شيء عمليات الحمد لله أشتون بأحدث أساليب وأحدث شيء، والشباب بالمؤسسة وكذا، ولا حتى يعني في فكره ان شاء الله يبلشوا بزراعه ان شاء الله تعالى اذا تفوت الامكانيات. جراحه الثدي اي بروتوكول عم يطلع بالعالم، وانا حكيتهم تقريبا شهرين نفس الحكي، اي بروتوكول عم يطلع بالعالم لعلاج سرطان الثدي بشكل او باخر غالبا خلال شهرين عم يكون متواجد عندنا وعم يتطبق لمفضلنا حسب المعايير المضبوطه. فنحن الحمد لله يعني مواكبين بكل شيء، طبعا انا بوجود الانترنت وكذا الواحد ما صفي انه لازم يسافر لحتى يحصل على المعلومات وكذا، حتى محاضرات مشتركه من خلال تمام الحديث. بس نحن اي بروتوكول الحمد لله الدوله يعني، وهلا في عنا شركه المواد يعني الادويه الكيماويه سوريه محليه شو، فاي بروتوكول عم يطلع عالميا خلال شهر شهرين عم يكون موجود عندنا وعم يتطبق لمريضاتنا. فيعني الفكره انه نحن الحمد لله ما وقفنا وعم نشتغل ومستمرين ان شاء الله. اكيد اكيد مستمرين دكتور، ومثل ما ذكرت انه انتم ما توقفتوا وما زلتوا عم تقدموا الافضل. دكتور على مدار ال 2019 كل سنه لكم بانوراما لجميع المؤتمرات اللي قمتوا فيها خلال السنه، يمكن بتعملوا انتم هيك جرد لا تبلشوا بسنه جديده تطوروا وتعملوا شغلات جديده لمحاور اخرى، يمكن العلم ما عم يتوقف، كل يوم عندنا شيء جديد. فشو كانت بانوراما 2019 وشو تحضيراتكم 2020؟ هلا بالنسبه بشكل عام نقاء اطباء سوريا، انا ما حاحكي عن الدكتور اللي بيحكي احسن مني، بس يعني هذا النشاط تبعيتي من سويناه الجمعه الماضي كان نشاط 65 هي السنه. بالنسبه لنا كرابطه جراحه عامه ورابطه جراحه تنظيريه، نحن عملنا ندوه بشهر 4 2019، عملنا مؤتمر جراحه تنظيريه بشهر 9، وهذا مؤتمر بجراحه العامه. طموحنا بال 2000 هلا نحن عندنا الشهر بشهر 4 عندنا شيء للتنظير، وبشهر 5 عندنا شيء للجراحه العامه. طموحنا ان شاء الله تعالى اخر 2020 او 2021 ننظم مؤتمر عربي او مؤتمر عالمي ان شاء الله تعالى. شلون هلا نحن كنا بالاردن من تقريبا 3 اسابيع كمان قدمنا محاضرات وتواصلنا مع اشقائنا العرب، ان شاء الله اذا الامور تحسنت ان شاء الله تعالى ويعني في امكانيه اخر 2020 او 2021 ان شاء الله حنسوي نشاط عربي ان شاء الله تعالى او عالمي. بس قديش هيدا الشيء جميل اليوم عم نشوف مواكبة آخر التطورات والبحث العلمي، وعم نسعى فعلا لإقامة مؤتمر عربي طبي كبير في سوريا رغم مثل ما قلنا الظروف، لأنه حتى الدكاترة السوريين اللي كانوا عم يشاركوا بالخارج كان في مشاكل على الفيزا والنقل والسفر، ورغم ذلك كان يعني أحيانا الدكتور السوري يمكن بيطلع حسابه ليشارك ويواكب البحث العلمي. اليوم قديش هاي الظروف كمان يمكن عطتكم أنتوا الدكاترة حصانة، يعني بتلاقي ما بتلاقي في همة بتبرد، لا بعد هاي الهمة قوية، بعد التحفيز، بعد المشاركة، لا نحن اليوم بدنا نعمل شيء وبدنا نشارك رغم كل الظروف. لا في مقولة لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، من لا يتفاعل لا يتطور. فنحن يعني بظن معظم كل الدكاترة عشتون هالمقولة نصب عيوننا في كيف، فدائما نحن بأي شكل عم نحاول نتواجد كتواجد لسوريا، وفي شيء عندنا نحن لازم نقدمه يعني وشيء لازم نتكسبه يعني، فالحق يعني قدر الامكان عرفت كيف باي مجال ان شاء الله عم يكون في تواجد سوري على اي مستوى.
نعم، يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه التفاعل لازم يكون موجود، النقاش والحوار حتى بين الاطباء، ما دائما خلينا نحكي بالشيء العمليات، لازم يكون في مناقشه، لازم يكون في تبادل اراء وتقبل الاخر. مثل ما ذكرت يعني احيانا في طبيب عنده وجهه نظر معينه تختلف عن الطبيب الاخر، قديش كمان مهم انه نحن نتقبل الراي الاخر لو نحن اطباء كلنا سوا. خلينا في شيء كان مهم بالمؤتمر، بست جلسات اللي كانوا، كان في عنا جلستين راوند تيبل. كلمة راوند تيبل يعني مو بس الأربعة عم يحكوا، نحن بناخذ آراء من الكل وعم نتجاوب الكل، فهي تفاعل كثير جيد. يعني بظن أنا هي بتوسخ المعلومة وهي بتخلي نثبت يكون في أساس مشترك بالشغل بيناتنا كلياتنا. شو يعني محاضرة سوي منك، يعني عادة دراسة يعني أول محاضرة الثانية الثالثة بطل المخ، يعني مش بلاقي طلقة، أما تكون في تفاعل ونقاش وكذا شو بترسخ المعلومات اكثر وبصير ارضيه مشتركه اكثر. فنحن انه بنسجل جلسات، نسوي جلستين راوند تيبل، بظن يعني هيدا شغله كثير جيده ان شاء الله تعالى. في العام القادم شو اللي محضرين شيء لهيدا المؤتمر؟ يمكن بعض المشاكل واجهتوها او بعض الصعوبات ما حابينها تتكرر او حابين يكون على نطاق اوسع، اكيد في يمكن بعد انتهاء هيدا المؤتمر في اجنده بقول انه انا خلال العام المقبل راح يكون في جديد. كطموح احنا اعضاء الرابطه عندنا المسجلين 3600 طبيب تقريبا. هلا حضر المؤتمر 190 طبيب، عرفت كيف؟ وزننا الرقم يعني بتحسب ست ارباع، يعني عدد كبير اكيد. لا بس ايه بس لا هلا نحن بتعرفي بسفر وكلته، بس حال لك نحن كان عندنا اطباء جايين زملائنا من حلب، اطباء من اللاذقيه، اطباء من جميع المحافظات السوريه، تخيلي كذا من السويدة كذا شو. فيعني هذا انه نحن التفاعل بين الكل، طبعا كل واحد حيروح حيقعد يحكي شو صار وكذا شو. نحن كطموح نحن ان شاء الله تعالى بصير نحن بكل محافظه مثل مجلس رابطه مصغر يعني فيكون نشاط علمي. ونحن عملنا شغله هي السنه بلشنا فيها جلسات سريريه كل شهر بمشفى من المشافي الكبيره، شلون شو عندهم حالات سريريه مهمه كذا شلون، خلال ساعه عم تتقدم. صرنا عاملين 7 جلسات ان شاء الله الاجنده الاكثر مطمح لعرض الخبرات بين طبعاً بين المشافي، بين المشافي والمحافظات. هلا انا بقول لك نطمح ان شاء الله السنه الجايه نحن انه نصير منها 12 جلسة يكون في جلستين نصيب المحافظات إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يا رب، بس نحن يعني طموحنا كبير عم نحاول شوي شوي نظبط وبيكبر يعني هي الحلو مع كل جديد دائما الحمد لله عم نوصل. يعني الحمد لله إنه آخر شيء الفكرة عم نحطها، آخر شيء عم نلاقي لها صدى وعم تشتغل إن شاء الله تعالى. فالحمد لله عرفت كيف القصة كلها. نحن يعني بالنهاية هذا أقل شيء نقدمه لبلدنا ولشعبنا، لأنه بالنهاية شعبنا بيستاهل إنه ياخذ خدمة طبية تكون جيدة عشتون وتضاهي الخدمات العالمية. أكيد يعني بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بجميع اللي عم تشتغلوا واللي ناويين تشتغلوا القادمه، كل الشكر لكم. اكيد نتشكرك دكتور على وجودك معنا. الدكتور احمد نسيب عرقسوسي اخصائي جراحه عامه وجراحه صدر امين سر رابطه الجراحين العامين على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق اكيد بجميع خطواتكم العلميه القادمه. ومثل ما قلنا خلال حديثنا رغم كل ظروف الحرب اللي عشناها ما زلنا بنواكب اخر تطورات البحث العلمي في سوريا، وفخورين بكل دكتور سوري موجود داخل البلد وخارج البلد لأنه هو أخي بالأخير بيمثلنا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك.